السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده. النهارده هنتكلم زي ما وعدتكم ان احنا هنعملوا سلسله تمارين هنتكلم فيها التكنيكات الصح وازاي ان انت تعالج العضلات الضعيفه عندك. تمام. الحلقه اللي فاتت كانت عن تمرين الدراع، انتوا شايفين التطور ده عامل ازاي. الحلقه بقى بتاعت النهارده هتبقى عن العلاج العضله الضعيفه، الناس اللي عندها عضله البنش. تمام، هنعالج العضله الضعيفه بتاعت البنش، وبرضه هنقوله كده شوية تريكات مهمة كده، فتابع معايا يلا بينا. زي ما احنا عارفين طبعا اول حاجة بنبدأ بيها ان احنا بنسخن. تمام، واول حاجة ان انت تبدأ بيها في التسخين ان انت تسخن المفصل بتاع كتفك، سواء بقى انت هتلعب رجل، سواء هتلعب كتف، سواء هتلعب دراع رجل، اي عضله هتلعبها في جسمك ان شاء الله، حتى هتلعب بطن، لازم برضو تسخن المفصل بتاع كتفك. دي اول حاجه بنبدا بيها في التسخين بتاعنا. طبعا قلنا في الحلقه اللي فاتت لو ما شفتهاش او دراعك ضعيف ادخل شوفها واحسبها لك فوق هنا. تمام، ان انت بتسخن من يعني من 5 دقائق لعشر دقائق. تمام، تعمل ايه؟ تمارين الاستطالات، الحاجات اللي انا بتعملها. طبعا لو انت بتسخن، طبعا اول حاجه قلنا عليها ان انت تسخن مفصل كتفك، دي بتبدأ بيها أول حاجة في التسخين. بعد كده طبعا ايه، بتشوف انت هتلعب انهي عضلة. يعني لو انت مثلا هتلعب رجل مثلا، فيادوبك تسخن مفصل كتفك، وطبعا تسخينك كله بيبقى ايه، مركز على الرجل. يعني على عكس لما انت هتيجي تلعب دراع، تيجي تلعب بنش، هتيجي تلعب كتف، الكلام ده كله. يعني مثلا ملاقيش واحد هيجي يلعب رجل تلات ارباع تسخنته ولا حتى نص تسخنته بيسخن نصه اللي فوق. طب ليه؟ انا قلت لك هو بس مفصل الكتف، وبعد كده يبدا سخن الرجلين مثلا بتاعتك وهكذا. يعني طبعا التسخين باوزان خفيفه يا شباب، مش لازم تدخل سخن بال40 كده، يعني مش بجرامي ولا حتى والله بجرامي، يعني كده عشان انا بشوف حاجات غريبه والله. واحد لسه دهك كده، لا بيه ولا عليه ولا غسل وشه، يلا اطلع على العقله، يلا اطلع على المتوازي، وداخل يلا انزل بال25 وبال40، مش فاهم والله يا جماعه، ده انت كده سلكت طريق الاصابات. برضه ايه، من ضمن التسخين بتاعي ان انا بعمل نفس التمارين اللي انا هشتغل عليها، او مثلا بختار منهم تمرين او تمرينين بلعب عليهم باوزان خفيفه خالص، برضه عشان بهيئ العضله بتاعتي للمدعكه اللي هتحصل بعد كده. تمام، يلا بسم الله. طبعا عشان لما اول مجموعه هاجي ابداها او اول زاويه هاجي اخدها قصدي، تمام، انت بتبدا بوزن خفيف، تفضل تعلى 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 لحد ما توصل، قلنا برده في الحلقه فاتت، لحد ما توصل الماكسيمم بتاعك اعلى وزن ليك. كده انت قدرت فعلا ان انت توصل للفشل العضلي. طيب من بعد الزوايا اللي جايه بعد كده تعمل ايه؟ الزاويه اللي انت هتلعبها بعد كده، ما تلعبش الثلاث مجاميع مثلا، انت هتلعب ثلاث مجاميع، ما تلعبش الثلاث مجاميع بتاعك بوزن خفيف وزن وسط وزن تقيل، انت كده ما استفدتش غير بمجموعه واحده بس اللي هي اخر مجموعه اللي هي الوزن التقيل. لا، انت تشيل الثلاث مجاميع اقصى وزن انت تقدر عليه، عشان بكده تقدر تستفيد بالثلاث مجاميع. لكن انت الدور الاولاني اللي انت هتلعبه بوزن خفيف، انت ما فيش حمل وقع على العضله، فانت كده العضله مش هيبقى فيش فايبرز اتقطعت، انت هتستفاد بس طبعا مش هتستفاد زي ان انت طبعا ايه تلعب بوزن تقيل يعني. بس يلا بينا زي ما هوريكم. فاول زاويه معانا
هنلعبه تجميع انكلاين، تمام، عالي انكلاين يعني عالي يعني. فانا بترجم عشان الناس بتيجي تقول لك في الكومنتات كابتن انت بتقول مستوحاه بالانجليزي احنا مش فاهمين حاجه. لا، تجميع انكلاين تمام، يعني بالبلدي مثلا خلينا زي ما بيقولوا كده دمبل تفتيح عالي. تمام، يلا بينا. دايما لما باجي باخد مجاميع الراحة بتاعتي طبعا مش باخد 30 ثانية، لان انا طبعا زي ما قلت لكم بلعب باوزان تقيلة في فترة في اوف سيزون، فبعمل بالكينج. فال 30 ثانية مش بيكفوني كراحة، مش الاي تي بي بتاعي ما بيقدرش ان هو مخزون الطاقة يعني بتاعي ما بيقدرش ان هو يجمع الباور بتاعي، ان انا 30 ثانية مش كفاية. فالاي تي بي بتاعي بيتجمع ما بين دقيقتين لدقيقتين ونص راحة يعني، علشان بعد كده اقدر ادخل مجموعة جديدة بوزن اتقل يعني. تاني زاوية معانا هنلعبه تفتيح انكلاين على الكيبل كروس. اهم حاجة في الزاوية دي وانت بتلعبها السكويز. السكويز بتاعك اللي هو العصرة بتاعتك، العصرة وانت بتعصر على العضلة كده زي ما انت هتشوف دلوقتي في الفيديو، لازم كده تعصر كده وتسكويز كده تمام. لان السكويز هو هيقطع الفايبرز بتاعتك اكتر يعني. برضو احنا انت لما بتيجي بتتمرن انت مش في سباق تمام، خلينا مقتنعين. انت لو جاي مستعجل ما تنزلش الجيم اصلا تمام، لكن لو جاي بقى وراك مشوار ولازم بقى ما هتبقى كده فاهم، ما تجيش اصلا تمام. عشان برضه الواحد برضه بيشوف من الطرايف اللي بتشوفها في الجيم تمام، تلاقي واحد جاي شايل مثلا وزن تقيل وبيلعب بيه تمن عده يعني، مش ريترو بقى تمن عده انت فاهم. وبعدين والله وبعدين برضو تلاقي واحد جاي برضو شايل وزنه مستعجل وبتاع، الواد وراه مشاوير ليه يلا 1 2 3 4 5 6. فطبعا لو العضله بتتكلم يعني كان زمانها قالت يعني عمال تشع. يلا بينا بقى نشوف التمرين. طبعا يا شباب خليني اقول لك على حاجه، ان انت الزاويه العضله الكبيره تمام، انا بفضل ان انت ما تلعبهاش يعني، انت بتلعبها من 4 إلى 6 زوايا يعني، من 4 أشكال إلى 6 أشكال تمام. عشان بلاقي برضو حاجات غريبه، بلاقي واحد نازل داخل يلعب بنش ولا ظهره بتاع من حبه في العضله بيلعبها 15 زاويه ليه يعني، بيلعبها 15 زاويه ليه، هو من 4 لـ6 زوايا لان العضله الكبيره ما بتحبش الزوايا كتير تمام. فانت قوه التمرينه مش بعدد اشكال التمرينه او عدد زوايا التمرينه، لا بيشدد التمرين ذات نفسه يعني. انا ممكن العب التلات اربع زوايا تمام، سكويز محترم، اوزان محترمه تمام، اطلع مقتول مش قادر اقف تمام. فهنا العبره مش بعدد الزوايا، بشده التمرين بتاعتك. طيب والعضلات الصغيرة بيتلعب لها 2 أو 3 زوايا يعني، 2 أو 3 أشكال تمام، زي الباي والتراي والريست والساعد والكتف
والسمانه كل دي اعضاء صغيره تمام. فدي بتلعب لها زاويتين او ثلاث زوايا تمام. في برضو كان حاجه كنت عايز اقولها في حلقه من في حلقه الدراع تمام. في عضلات مش بتحتاج ان انت تلعب لها ثلاث مجاميع و10 او 12 عده او 15 عده، لا في عضلات بتحب اوزان قليله وتكرارات كتير. زي ايه؟ زي الريست والساعد، زي السمانه، زي الترابيس، زي البطن. العضلات دي مش بتعتمد على اوزان، بتعتمد على تكرارات عدد كتير تمام. طيب هنخش على تالت زاويه دلوقتي معانا تمام. هنلعبه فلات بريس بالدمبل، نيو تيرن جريب يعني الماسكال جريب اللي هي ال11 تمام. هوريك بردك ماسكه ايه ازاي، مش ماسكه عاديه تمام، ماسكه 11. طبعا في حاجه قبل ما انسى عايز اقولها لك. لما بتيجي تلعب مثلا بار بريس مثلا او دمبل او اي حاجه مثلا تمرين بنش مثلا وكده، كوعك ما يبقاش كده، ما يبقاش لبره، كوعك لازم يبقى لجوه تمام. يعني كوعك كده غلط، لازم كوعك يبقى كده تمام. او بتلعب كده وتطلع معايا. طيب يلا بينا ندخل على تلت زاويه معانا تمام. يلا بينا. ربع زاوية معانا هنلعبه بريس على الماشين. في تركيبة بس عايز اقولها لك في التمرين ده. يعني هو التمرين كده صح، بس لو انت جيت عوقت نفسك كده لعبت وان هاند وبعدين لعبت وان هاند بالدراع التاني، هو هيبقى اصعب شوية، بس هتحس وتعمل السكويز بتاعك صح، هتحس فرق كبير جدا 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 في التمرين ده. وجربوه، واللي جربوا يصور ويشير لي ووريني يلا وانتوا تلعبوا التمرين ده. يعني في حاجة برضو تانية عايز اقولها لك. في زوايا او حتت كده مفيش الفري ويت مش هتعرف تجيبها، فانت لازم تلعبها على الماشين تمام. الماشين الوحيدة اللي هتعرف تجيبها طبعا. بس لو انت مثلا شخص بيجينر مثلا لسه مبتدئ، فانت لازم ان انت 60 مثلا في المية هتبقى تركيزك على في تمرينك هيبقى على الفري ويت، لان الفري ويت هو ده الاساس، هو ده اللي بيبني العضلة او بيأسس العضلة بتاعتك وبيعمل كثافة عضلية عالية يعني تمام. ومن برضو من مميزات الفري ويت عن من مميزات الماشين عن الفري ويت ان الماشين سيفتي اكتر، يعني امان اكتر من الفري ويت. الفري ويت بيبقى فيه شويه اصابات كده، لكن الماشين لا، بتبقى امان اكتر من الفري ويت. طيب دلوقتي ازاي التمرين ده هنلعبوه؟ ركز معايا. اهو بعوج نفسي كده زي ما انتم شايفين تمام. اهو وبقرص على الشيست بتاعي، دي بتضم على جوه كده تمام. دي كده مش بتلعب، حط ايديك هنا كده تمام. اهو بسم الله، سكويز وبالراحه. نفس يا جماعة، نفس تكتمش نفسك وانت بتلعب عشان قدر الله ممكن يجيلك فتاق.
بعد كده خلصنا خلاص الدراع ده، هندخل برضه على الدراع ده، بتعود نفسك كده. تشوفوا تجربوا التمرين ده وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، ونيجي يلا على اخر زاويه هنلعبه باتر فلاي. تمام، فراشه. كل التمارين دي هنلعبها 4 مجاميع في 12 عده. تمام، نروح يلا على الفراشه، يلا بينا. كده احنا خلصنا خلاص تمرينة البنش بتاعتنا. تمام، دلوقتي هناخد زاويتين باي. تمام، انا بشكل يعني في اغلبية الاوقات بصراحة باخد مع البنش باخد تراي، لان البنش بيبقى مثلا مشغل 50% من عضلة التراي بتاعتك، فلما باخد مثلا زاويتين تراي فاكني كده خدت تمرين البنش كاملة وتمرين التراي كاملة. طيب، لكن التمرين دي قلت اغير شوية، يعني بحب التغيير كده، كل بس بتبقى مرة يعني، بس الأغلبية بتاعتي أنا باخد تراي على طول مع البنش. تمام، فهناخده باي، زاويتين باي، زاويتين بس، عشان أنا قلت زي ما قلت لك في الفيديو إحنا الزوايا الصغيرة بحب إن أنا آخد منها شكلين بس. تمام، وأوقات كمان مش باخد تمرين الدراعات كاملة، باخد بدخل الباي والتراي مع العضلات الكبيرة زي الظهر وزي البنش. تمام، فتعالى هنلعبه دلوقتي وان هاند على الكيبل كروس. تمام، التمرين ده نفس فكرة الدمبل. تمام، لكن هنا على الكيبل كروس بيبقى افضل في حركة المفصل بتاعت البايسبس بتاعتك. تمام، فركز معايا وجرب التمرين ده هيعجبك جدا، وقول لي برضو ايه، قول لي لما تجربه قول لي برضو رأيك في التمرين ده في الكومنتات. تمام، وركز معايا وانت بوريك التكنيك الصح بتاعه. يلا بينا. كده وصلنا اخر حلقتنا هنلعبه. طبعا بص، اول ما كده ما نقول باي، تمام، يبقى لازم على طول ان انت تلعب البار، تمرين البار. التمرين البار ده لا غنى عنه، بيطور وبيشغل، وبص يعني ما ينفعش ان انت اللي تلعب باي، ما ينفعش ان انت ما تلعبش التمرين ده. تمام، فلازم تدخله في كل التمارين بتاعت الدراع بتاعتك، او لو انت مثلا هتلعب ساويتين باي يبقى بار اساسي. تمام، وشوف بقى حاجه ثانيه تلعبها. تعالى بقى اوريك التكنيك الصح، التكنيك المظبوط للتمرين ده، تابع معايا.
كده تكونوا انتهينا من حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. كلمتين بس سرعة كده عايز اقولهم بسرعه، تمام؟ طبعا ما اظنش ان انت لو جربت التمرينه دي بعد كده هتقولي عندك عضله ضعيفه في البنش بتاعك او في الصدر بتاعك، سواء كان انكلاين. بلاقي الاسئله الشائعه، كابتن الانكلاين بتاعي فاضي، كابتن انا صدري مش عالي من فوق، يا كابتن. فجرب التمرينه دي برضو لمده شهر، تمام؟ وراهنك هي بس محتاجه راجل، تمام؟ وراهنك ان انت لو جربت التمرينه دي، تمام، وما لقيتش تطورات اعرف ان العيب فيك انت، تمام، مش في التمرين. فبرضو كلمه ثانيه سريعه، انت لما تكون داخل الجيم انت داخل تتمرن، تمام؟ يعني هو كل الموضوع كله ساعه ونص، تمام؟ فساعه ونص انت مركز في تمرينك، تقفل ودانك وتقفل بقك، انت مش سامع حد، مش بتتكلم مع حد، تمام؟ يا ريت لو معاك تليفونك تسيبه في الامانات، لو تسمع مثلا ميوزك خلاص انت ما تمسكوش. بلاقي الناس سايبه تمرينتها وجايه قاعده ماسكه التليفون تك 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 تك، ما تقعد في البيت بقى. يعني انت جاي جيم تقعد على التليفون ليه؟ طب ما تقعد في البيت، ايه اللي نزلك؟ تمام؟ برضه هتبقى قاعد ايه؟ تبقى قاعد كده متدفي كده وسط بيتك كده على سريرك كده وبتاع، اقعد على التليفون براحتك. انت جاي جيم جاي تتمرن، عشان بس الحاجات اللي دي بشمئز منها كده، ببقى عايز كده اروح للاقي كده يا ابني انت جاي مع، فاهم؟ فلو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل زر الجرس، عشان اول ما الحلقات تنزل على طول توصل لك على طول كده، تجيلك في الاشعارات فتجيلك على طول، تمام؟ وتابعوني في حلقه جديده، تمام؟ وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت عشان تقدر تستفيد منها. طبعا ولو ما تنساش، لو انت عايز تشير اي مكمل ابعت لي على الدي ام على الانستجرام، سيبه لك هنا، عاملين خصومات حلوه، تمام؟ ادخل عشان تعرف التفاصيل. ولو عايز تتمرن معايا اونلاين برده ما تنساش ابعت لي على الدي ام على الانستجرام، تمام؟ وهرد عليك بكل التفاصيل، وبرده عاملين عروض حلوه على الاونلاين كوتشنج. كان معاكم كابتن عمرو، السلام عليكم.